كتائب القسام أعلنت عن استهداف آلية إسرائيلية قبل نحو ساعة، بالإضافة أيضا لتأكيد سرايا القدس بأن عناصرها تشتبك في محاور التقدم في مدينة خان يونس. لربما خان يونس هي في عين الاستهداف الإسرائيلي خالد، والقوات الإسرائيلية التي تتواجد في مستشفى ناصر وتحوله لثكنة عسكرية، وأيضا تتمركز في مناطق خان يونس الغربية وصولا إلى المناطق الشمال الغربي في شارع 5، وأيضا تتواجد في بعض المناطق في المنطقة الشرقية. وكلا المحورين وكلا المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية لا زالت هناك عمليات اشتباك واستهداف بأسلحة محلية الصنع من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية لهذه القوات التي تواصل قصفها للمناطق المدنية والأحياء السكنية، وأيضا لمناطق نزوح عشرات آلاف الناس في ظل أيضا ليلة عصيبة عاشها النازحون في المناطق الشمالية الغربية ومناطق مواصي مدينة خان يونس بعد تقدم آليات الاحتلال. استشهد فيها في محيط منطقة ميناء خان يونس إلى الشمال الغربي أكثر من 10 مواطنين نازحين بينهم 3 أطفال. تقريبا هذه هي التحديثات الميدانية حتى الساعة.